من الرياض ينضم إلينا الأستاذ سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد سالم. يعني هناك تساؤلات كثيرة تقول بأنه لدى السعودية والإمارات نظم دفاعية قوية ومتطورة ولا مجال لمقارنتها بما يمتلك أو تمتلك جماعة الحوثي من أسلحة. فالسؤال الأكبر الذي يعني هنا يطرح نفسه، لماذا لم تستخدم هذه الدفاعات لحماية الأراضي والمدنيين في المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذة ليليان وأحيي السيدات والسادة المشاهدين، أهلا بك. وأشكر لتلفزيونكم الكريم هذه الاستضافة. يعني أنا لا أعتقد أن يعني ما تمتلكه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من يعني أدوات دفاعية لم يستخدم منها شيء، كلها تستخدم، ولعل آخر ما استخدم منها هذا اليوم في الحقيقة، وجنب المدنيين في أكثر من منطقة حقيقة في المملكة، ثم في أبو ظبي وكما قيل في دبي، جنب المواطنين أو الآمنين أو الأعيان المدنية كثير من الخسائر. يعني والشيء هذا في الحقيقة هو معروف في المنطقة منذ أن بدأت هذه الحرب وبدأت هذه الحالة الصراعية وبدأت حالة هذه الاعتداءات الهمجية الحوثية العصابية الحوثية. فدول الخليج تستخدم كل ما لديها في الحقيقة، ولعل آخرها اليوم أستاذ ليليان أن الإمارات العربية المتحدة استطاعت وبتكنولوجيا متطورة كما قلت وهي تملكها أنها يعني توقف انطلاق صاروخين من مهدهما في اليمن قبل أن يعني يتوجها إلى الأراضي الإماراتية. أنا أرى أن دول الخليج تستخدم كل ما لديها ولا تدخر شيئا، لكن هناك نقطة جوهرية ربما تثير سؤال حضرتك هذا، وهو سؤال وجيه على كل، وهي يعني سلوك الدول وسلوك الميليشيات. الميليشيا يعني بطرق بسيطة جدا تستطيع إحداث الضرر، إحداث التأثير، بينما الدول التي تحترم نفسها والتي تلتزم ب يعني القانون الدولي وتلتزم ايضا بحماية شعبها يعني تتبع الخطوات التي يعني تعكس حالتها انها دول. يعني لذلك ربما البعض يرى ان الجانب الحوثي يعني يبادر والجانب الاخر هو يصد هذه المباراة، هذا ربما يكون جزئيا صحيح، لان الجانب الحوثي هو الجانب المعتدي، ولا إذا أردت أن أو أراد أحد أن يكتشف كيف يكون هذا معتديا حجم الإدانات التي وجهت إليه خلال الأيام الماضية. سيد سالم، أمس أعلنت الجامعة العربية بأن جماعة الحوثي هي جماعة إرهابية، اعتبرتها إرهابية. إلى أي مدى هذا الموقف وتبني هذا الموقف من قبل الدول العربية وجامعتها يمكن أيضا أن يحث المجتمع الدولي على التحرك بهذا الاتجاه؟ يعني أنا أستاذ ليليان دعيني أكون صريح مع حضرتك وأقول لك، يعني أنا رأيت في هذا الفعل هو تحريك للجامعة العربية أو حالة استنهاض للموقف العربي، لأنه ولنكون صريحين هناك أكثر من موقف عربي مما يحدث اليوم في اليمن، ولكن يعني الحديث بهذه الشكل وبهذا الشكل الجامع وبهذه دعينا نقول الاتفاق الكامل بين أعضاء المنظومة العربية الدول العربية، أنا أعتقد أنه يضعنا أمام نقطة جديدة، هي أننا جميعا متفقون على أن ما يقوم به الجانب الحوثي الذي يختطف السلطة في اليمن ويقتل اليمنيين في الدائرة الأولى هو عمل إرهابي. هذه مهمة. الدائرة الثانية هذه يعني هذا الإجماع أو حالة هذا التوحد أو النظرة الكاملة لهذا الموضوع أنا في تقديري قد تكون يعني خطوة مهمة للحديث مع الإقليم ومع العالم. واليوم شاهدنا يعني حالة متقدمة في الإقليم وهي الإدانة التركية. أنا أعتقد الإدانة التركية نوعية ومتميزة بدأت تتحرك إلى الأمام، وكانت تركيا لها رأي آخر فيما يحدث في اليمن، لكن اليوم هي تدين، وأنا أزعم في الحقيقة أن التوحد العربي هو ما خلق ذلك. ما أعتقد أن يعني رسم السياسة في المنطقة العربية ينظر إليه اليوم هو محاولة أن يكون هناك تأثير للقوى الأكثر عملاتية على مستوى الأرض، المقصود بها الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الفاعلة في المنظومة الدولية. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الدول سيد سالم، تحديدا الولايات المتحدة والدول التي وصفتها بالفاعلة في مجرى هذه الحرب المستمرة منذ 7 سنوات برأيك؟
يعني دعيني أقول لحضرتك، وأنت تعرفين والسادة والسيدات المشاهدين يعرفون أن الممرات الملاحية الدولية وممرات يعني عبور الطاقة من منطقتنا إلى العالم وممرات التجارة الدولية التي تمر في منطقتنا هي محل تهديد، ومحل تهديد واضح في الحقيقة ليس من اليوم، من فترة طويلة. وحماية هذه المناطق في الحقيقة ليست منوطة بالدول التي المشاطئة لها، وأنا أقصد هنا الدول العربية والخليجية بشكل مباشر، لكن هذه مسؤولية دولية. إذن المجتمع الدولي عليه مسؤولية دولية، وهذه المسؤولية تترتب عليه كون يعني كل دول المنظومة الدولية موقعة على الميثاق في الأمم المتحدة الذي ينص على أن كل هذه الدول مسؤولة عن صحيح. الحفاظ على الأمن والسلم الدولي. صحيح، ولكن أسف على مقاطعتك، ولكن هل ستتحرك هذه الدول ما لم تمس مصالحها بشكل مباشر؟ أنا أعتقد يا أستاذة أن مصالح هذه الدول هي مست في الحقيقة، يعني بمعنى لا ننتظر حيث تمس، ولعل من يرصد عملية الاحتقان وعملية الاحتكاك التي تحدث في مياه الخليج العربي بين السفن الحربية الأمريكية وبين يعني سفن ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني، هي تعكس حالة من الصدام وتقرب الطرفين من حالة يعني مباشرة في الفعل ورد الفعل العسكري على المياه الدولية. يعني نحن لا ننتظر، هي تحدث وهناك استفزازات إيرانية، لكن الاستجابة الدولية كما قلت ربما لم ترى هذه الأطراف أن مصالحها تتأثر بالقدر الكافي التي توجب عليها أن يكون هناك ردا عمليا على الأرض. نعم، طيب في الفترة الأخيرة كان هناك تقارب بين أبوظبي وطهران، برأيك كيف سيتأثر هذا التقارب الآن مع توالي هذه الهجمات من قبل جماعة الحوثي؟ يعني كثيرون يسألون مثل هذا السؤال، وأنا أفهم هذا السؤال جيدا، يعني بصفتي رجل أعمل في العلاقات الدولية وأفهم المسارات أو الإعلانات العامة يعني رؤية كل بلد لعلاقاته الدولية ولنفسه في المنظومة الدولية. الإمارات يعني هي دولة تعلن أنها دولة سلام وأنها تريد فتح علاقات مع الجميع، مع كل الأطراف الموجودة، إقليمية دولية عربية عالمية، وهذا يعني معلن في السياسة الخارجية الإماراتية. وإيران جار، وكثير من الدعوات في الحقيقة حتى من القوى الدولية، يعني وأنا أعتقد أن هذا كان أيام أوباما على سبيل المثال، يعني الرئيس الديمقراطي سيد باراك أوباما، يعني قالوا يعني يجب على أهل المنطقة الخليجية منطقة الشرق الأوسط أن يحلوا مشاكلهم فيما بينهم. الإمارات تطبق هذا المبدأ، ولا يعني أن ذهاب الإمارات إلى محاولة أن يكون هناك علاقات طبيعية مع الجانب الإيراني أن الجانب الإيراني جانب جيد. لا، الجانب الإيراني ليس جيد في الحقيقة، ودليل ذلك أنه لم يثبت لا للإمارات ولا للوحدات السياسية في المنطقة الدول الخليجية الأخرى أنه جيد. ولعل أكبر دليل على ذلك هو تعثر ما يسمى بالمشاورات أو اللقاءات أو المفاوضات السعودية الإيرانية التي انطلقت من شهر أبريل 2021، وهي متعثرة إلى اليوم. إذن يعني الإمارات من منطلقاتها السياسية هي تسعى لهذه العلاقات، لكن أنا أعتقد الجانب الإيراني هو من يضع العصي في دواليب العلاقات الدولية في منطقتنا. نعم، ابقى معي لو سمحت سيد سالم، سأعود لك للمزيد من النقاشات، ولكن أستقبل الآن معنا من فرانكفورت السيد حسين العمري الخبير العسكري اليمني. أهلا بك سيد حسين. كنت سألت ضيفي قبل قليل بأنه لدى الإمارات والمملكة العربية السعودية منظومات دفاعية وآليات عسكرية طبعا حديثة ومتطورة، ولكن حتى اللحظة ورغم بأنها تصد الكثير من الهجمات لم تستطع أن تحقق التفوق الذي يحسم هذه المعركة المستمرة منذ 7 سنوات مع ميليشيا كميليشيا الحوثي. شكرا لك أخت ليليان، وشكرا للعربي، أحييك وأحيي ضيفك الكريم الأستاذ سالم ومشاهدي القناة. عزيزتي، لا يوجد في العالم هناك منظومة دفاع جوي تستطيع أن تحكم السيطرة بنسبة 100%، خاصة مع التكنولوجيا المتطورة والأشياء الحديثة التي دخلت في المعركة. طبعا نحن نعرف أن ميليشيات الحوثية هي تستخدم
تكنولوجيا إيرانية متطورة من ناحية الصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة، والتي أنا أعتقد شخصيا أنها لا تنطلق من الأراضي اليمنية، لبعد الأراضي اليمنية عن أبو ظبي وعن دولة الإمارات مسافة تفوق 1500 إلى 1600 كيلومتر، وهذا محال. الميليشيات الحوثية هي ميليشيات بدائية ولا تمتلك تكنولوجيا متطورة، وأنا بصفتي أحد كوادر القوات الجوية والدفاع الجوي، أنا خريج كلية الطيران من الاتحاد السوفيتي، وأعلم إمكانيات الجمهورية نعم اليمنية سواء في السابق أو في الحاضر. لم نكن نمتلك صواريخ بالستية بعيدة المدى، نحن كنا ورثنا عن المنظومة الاشتراكية صواريخ سكود، والتي هي يعني تنقسم إلى فئة الـ A والـ B والـ C والـ D، وأكبر مدى لها لا يتعدى 400 كيلو، 350-400 على أقصى حد. طبعا الميليشيات الحوثية هي تقوم بتنفيذ أجندة إيرانية، نعم وأنا أعتقد أن التصعيد هو من قبل إيران ضد طيب، الاتحاد. بالحديث عن المنظومة الدفاعية، والتي قلت حضرتك بأنه لا يوجد منظومة يمكن أن تؤمن الحماية 100%، أبدت الإمارات مؤخرا اهتماما بأنظمة الدفاع الإسرائيلية، ما يعرف باسم القبة الحديدية. برأيك هل سيكون لدى إسرائيل استعداد ربما لبيعها إلى الإمارات؟ طبعا حتى القبة الحديدية لم تكن يعني بنسبة 100%، تم اختراقها من قبل صواريخ بدائية التي ضربت من قبل حركة حماس وغيرها، لكن هي تقلل من الخسائر وتكبح يعني هذه الإمكانيات. نحن نقول بأن الحوثيين يستخدموا المسيرات، وأنا أعتقد أنها تنطلق من أراضي قريبة من الإمارات، وقد تكون من إيران لبعد المسافة، لا يمتلكون يعني الكفاءات والقدرات العالية التي تمكنهم من أن يسيروا مسيرة مسافة 1600 كيلو دون اكتشافها، يعني هذه ليست يعني سرعتها سرعة الصوت، هي سرعة نعم محدودة جدا بالإمكان اكتشافها بالعين المجردة حتى. لكن نحن نقول إن الميليشيات الحوثية هي ذراع إيران التي تنفذ أجندة إيران وتنفذ ما يتم يعني تنفيذه من قبل إيران وتتبناه. فأنا أعتقد أن التصعيد هو تصعيد إيراني باتجاه دول التحالف. دول التحالف هي ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات هي تعتبر الدولة الثانية. وطبعا الحوثيين عندما يتلقون هزائم في ساحات المعركة تلجأ إلى هذه الاستراتيجية، لكون القوات العمالقة التي مؤخرا استطاعت أن تحرر 3 مديريات في نعم محافظة شبوة، يعني هي ممونة ومدعومة من قبل دولة الإمارات. فالإمارات الحوثيين كانوا فيما يشبه هدنة غير معلنة بينهم وبين دولة الإمارات على قاعدة اتركوا الترك ما تركوكم، مع أن تحركت قوات العمالقة التي هي يعني مدعومة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وحققت انتصارات حقيقة الأمر يعني رائعة جدا. خلال ساعات استطاعوا أن نعم أن 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 يعني نقطة هامة يطهروا جدا 3 مديريات. تثيرها سيد حسين، نقطة هامة جدا أثرتها، بأنه في السابق لم تكن جماعة الحوثي تستهدف الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر، وذهب بعض المحللين للقول بأنه هذا أدى إلى تراخي الإمارات في الرد والتصدي لهجمات الحوثي حتى هذه اللحظة، ما أدى إلى تصعيدها بهذا الشكل. عزيزتي ليليانا، الإمارات العربية المتحدة عندما دخلت في التحالف هي شاركت بطلائع من قواتها المسلحة وقدمت شهداء، وفي الأخير يعني انسحبت، فلم يكن للإمارات أي طرف في جبهات خطوط التماس مع الميليشيات الحوثية إلا بعد أن حركت مجاميع وألوية من قبل قوات العمالقة. وطبعا قوات العمالقة هي بقيادة أبو زرعة المحرمي، وهي قوات مؤدلجة سلفية، والسلفيين هم يعتبرون العدو الأول للإيديولوجية الحوثية، بحيث أنهم يعني تم إخراجهم من منطقة دماج، ويعني كان عليهم ظلما كبيرا من قبل الميليشيات. فهذه التشكيلات العسكرية التي تم تموينها وتسليحها وتدريبها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن في خطوط تماس ما عدا في الساحل الغربي، فكانت الحوثية يعني تتخذ الهدن الغير مبررة. الحوثيين يدخلوا حتى في هدن غير معلنة مع الشرعية نفسها
في كثير من الجبهات، اتركوا الترك ما تركوكم، حتى يستطيعوا انهم يسيطروا على جبهه معينه وتبقى جميع الجبهات الاخرى خامده او غير متحركه. وهذا عيب يعني لازمنا نواجهه في الجانب الشرعيه، انه تترك الحوثي ان يتحكم هو في ساحه المعركه، وهو يحدد الجبهه التي تتحرك والجبهه التي لا تتحرك. هذا عيب كبير لازمنا يعني نعاني منه حقيقه الامر في الجانب الشرعيه، انه لم تلتهب كل الجبهات في جميع المسرح العملياتي على مساحة الجمهورية اليمنية. نحن في حرب مع الحوثيين على مساحة كبيرة جدا، في الساحل الغربي، في البيضاء، في تعز، في مارب، في شبوة. فما نشاهده اليوم انه قوات العمالقة كما ذكرت لك واسلفت انها مدعومة من قبل قوات من قبل دولة الامارات، تحركت باتجاه شبوة واستطاعت ان تحرر 3 مديريات هامة جدا في شبوة، وتقدمت الان باتجاه حريب ومنطقة العبدية ومنطقة الجوبة، وهي مديريات في الجغرافيا لمحافظة مارب. ابقى معي سيد حسين. نعم ابقى معي لو سمحت سيد حسين. أعود لضيفي السيد سالم اليامي، الباحث والكاتب في العلاقات الدولية من الرياض. سيد سالم، يعني جانب لا يمكن أن نغفله أيضا وهو الجانب الاقتصادي. المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بدأت الانفتاح أكثر على السياحة وتعمل على تعزيز هذا القطاع لديها، وأيضا الإمارات العربية المتحدة تعتمد كثيرا على السياحة لديها، وخاصة في هذه الفترة بعد التعافي من جائحة كورونا. برأيك هذه الضربات، وهناك تحذيرات من خبراء تقول بأن ربما هذه الضربات ستؤثر على هذا القطاع كثيرا. يعني أنا لست خبيرا اقتصاديا في الحقيقة، ولكن ما أفهمه في الحقيقة من معطيات يعني خطط التنمية في المملكة العربية السعودية، والشيء الآخر يعني الخطوات الكبيرة وربما العملاقة التي يعني خطتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقدين الماضيين، تؤكد ما قلتيه أن السياحة وأن انفتاح هذه البلدان على العالم جزء من حركتها الاقتصادية. أنا لا أعتقد في الحقيقة يعني أن ما يحدث اليوم يعني هو يؤثر بشكل جذري، لكن في التقدير الأخير يعني تظل هذه المنطقة يعني بعيدة عن يعني عملية أو صورة السلم الكامل الذي ممكن أن تغير في تفضيلات السائحين أو الزائرين لهذه المناطق. هذا ربما يكون واردا، لكن هذه هي ضرورات الحرب. يعني أنا أعتقد أن ضرورات الحرب أحيانا يعني تخلق بعض التضحيات، وبعض التضحيات قد يكون اقتصادي، وقد يكون من أمن واستقرار المجتمع، وقد يكون من خبز المجتمع أحيانا. لكن الحمد لله في المملكة وفي دولة الإمارات العربية وفي الشقيقات الخليجية أنا أعتقد يعني لم نصل إلى هذه يعني النقطة، ولا زال. نعم لا أريد يعني لا أريد أن أغرقك بالتفاصيل الاقتصادية، ولكن أيضا الاستثمارات، ونحن نعلم ارتباط الاستثمارات الاقتصادية بالاستقرار السياسي والهدوء في العلاقات في المحيط إن كان الإقليمي أو الدولي. ف سياسيا واقتصاديا برأيك مدى الترابط وكيف قد يتأثر الاقتصاد؟ ذهبت التحليلات للقول بأن ليس لدى الحوثي ما يخسر على هذا الصعيد، ولكن أي ضربة مهما كانت صغيرة ستكلف المملكة العربية السعودية والإمارات الكثير على هذا المستوى. يعني ما أؤكده وأنا أكرر أنني لست يعني اقتصاديا، هي جزئية صغيرة، هو أن المملكة العربية السعودية والشقيقات الخليجيات خاصة من يعني ينضوون أو يندرجون في التحالف الذي يقدم الدعم والمشورة والمساندة للأشقاء في اليمن الذين يقفون في مواجهة الحوثي في الدائرة الأولى، هم يمنيون مثل الحوثي، لكن الحوثي يعني يريد اختطاف كل شيء. لكن المملكة لديها القدرة في الحقيقة ولديها العزم للتضحية بكل شيء في سبيل أهداف عليا، وهي أن لا يكون في الخاصرة الجنوبية للجزيرة العربية نظاما مواليا يعني النظام الإيراني يحقق أهداف وأطماع ورؤى هذا النظام. أنا أعتقد أن أي ثمن يدفع في ذلك هو ثمن يعني يستحق وثمن جدير. نعم أعود لك سريعا سيد حسين العمري، هل برأيك قد تسعى الإمارات العربية المتحدة للحصول على أنظمة أمريكية مضادة للصواريخ، وكيف قد تكون استجابة واشنطن؟
مما لا شك فيه أنه الدفاع الجوي مهم جدا لدولة الإمارات ولدولة المملكة العربية السعودية، لأنه مثل ما تفضل ضيفك الكريم بأنه هذه الدول هي دول يعني متحضرة ودول تمتلك اقتصاد وتملك الأشياء الكثيرة. الحوثيين هم ميليشيات يعني خرجوا من الكهوف، لا يملكون شيء ولا تتعامل معهم إلا كميليشيات ترفع شعار الموت للجميع. أما ما لا شك فيه أنه يحتاجوا إلى هذه الدفاعات، لكن الحوثي يستخدم أنه الطلقة التي لا تصيب تدوش، يريد أن يدوش، والهدف من ذلك هو أن يضغط على دولة الإمارات تحديدا أن توقف القوات والتشكيلات العسكرية التي تتبعها بالتقدم نحو تحرير مناطق مجاورة لشبوة مثل البيضاء، وهي محافظة مهمة واستراتيجية تقع وسط اليمن وتحيط بها 8 محافظات، 4 جنوبية واربع شمالية، وهم يخافون كل الخوف أن تصبح البيضاء في قبضة الشرعية ومن ثم تنفرط المسبحة وقد تصبح صنعاء مهددة، لأن صنعاء أحد المحافظات المجاورة لمحافظة البيضاء. هو يعني عملية ضغط لا أقل ولا أكثر، لكن لا يستطيعون أن يأثروا في الاقتصاد السعودي ولا في الاقتصاد الإماراتي، فهو اقتصاد قوي جدا. المملكة العربية السعودية عندما تقلع طائرة F-15 الطلعة الواحدة تكلف مئات الآلاف الدولارات، فهم حاسبين من الناحية الاقتصادية أنه ليس لها تأثير، يعني لم يتغير قيمة المراعي ولا قيمة الزبادي في المملكة خلال 7 سنوات حتى سنت واحد. فهم يريدوا أن يخيفوا الإمارات أنه نحن نستطيع أن ندوشكم إذا لم نؤثر عليكم في العمق، لكن نستطيع أن نضغط عليكم من الناحية الاقتصادية وتخويف الشركات والاستثمار، بأن يعني لا بد من أمن واستقرار لأي دولة فيها استثمارات مثل الإمارات. لكن هو الهدف منها هو الضغط على الإمارات بأن توجه التشكيلات العسكرية التي تدعمها بالوقوف في المناطق التي هي متواجدة حاليا، لأن القوات المشتركة الآن تخطت جغرافيا محافظة شبوة وأصبحت تتجه نحو مارب ونحو البيضاء، ونتمنى أن تكون يعني صنعاء. وأنا أقول التحالف ليس أمامه خيارا غير خيار الحسم العسكري، لأن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلم. هناك أكثر من مبادرة سلمية أتت من التحالف، من المملكة العربية السعودية، من دول العالم، عبر ستوكهولم، عبر يعني الكويت. هذه الميليشيات ترفع شكرا شعار لك. الموت للجميع، ولا تعرف لغة غير لغة الموت، ولا يوجد أي خيار سوى خيار الحسم شكرا العسكري، شكرا وأعتقد لك جازما الخبير أن العسكري. التحالف يستطيع أن يحسم المعركة عسكريا أشكرك إذا أراد. الخبير العسكري السيد حسين العمري، كنت معنا من فرانكفورت، وأيضا شكرا لك السيد سالم اليامي الباحث والكاتب في العلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض.